قررت دائرة الاستعجالية 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم تعيين 3 متصرفين قضائيين لتسلم جميع الوثائق والملفات الموجودة في حيازة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. ويأتي هذا القرار وفقا لما صرح به مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليتي، بناء على طلب محامين على خلفية ما جاء فيما يسمى بالكتاب الأسود الصادر عن رئاسة الجمهورية. كما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الاستماع إلى أقوال مدير ديوان رئاسة الجمهورية عدنان منصر يوم الجمعة القادم 20 من ديسمبر الجاري باعتباره المسؤول عن الكتاب الأسود الصادر عن دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية، وليس محمد هنيد المستشار بدائرة الإعلام والذي تم توجيه استدعاء له مرتين من قبل قاضي التحقيق ولم يحضر. استعجالية لإيقاف بيع وترويج ونشر وطبع الكتاب الأسود قمنا بها جمعية أحبية الترجي الأرضي التونسي ضد السيد منصف المرزوقي رئيس مؤقت الجمهورية التونسية، وذلك نظرا لأن تم إقحام اسم الترجي الهيئة المديرة للترجي الأرضي التونسي دون غيرها من الجمعيات الرياضية اللي كنا بينا اليوم قدمنا مؤيدات انها ساهمت بطريقه مباشره او غير مباشره في مناشده بن علي لمشوار 2014. احنا قلنا في القضيه الاستعجاليه هذه انه تم اقحام الترجي الذي التونسي بنيه خايبه. علاش؟ على خاطر جمعيات الاخرى كلها ناجت وتم ذلك معناتها من خلال المؤيدات اللي قدمناهم اليوم.